بشفافية عالية يروى الإصلاح الوطني صوته بالإجماع على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي، ويدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات. بين الدوافع السياسية ومخالفة القانون، الموازنة بلا مصادقة معصوم، والبرلمان يؤكد مضيها ضمن السياقات الدستورية. بأمر اتحادي، مطارات كردستان تطلق أجنحتها في السماء الدولية، ونفط الإقليم في طريقه إلى الحكومة الاتحادية. وتتابعون دوليا، مواجهة دبلوماسية بين لندن وموسكو، الأولى تصعد وتطرد 23 دبلوماسيا روسيا، والأخيرة تتوعد بالرجع. أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الأكارم، بإجماع كامل وشفافية عالية وديمقراطية مطلقة، صوت تيار الإصلاح الوطني على نظامه الداخلي والبرنامج السياسي خلال مؤتمر مركزي بحضور عدد من قيادات التيار من أجل تحقيق الإصلاح ودعم العملية السياسية والانتخابية. علي رمضان. العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، معظم شعبه من العرب والمسلمين، تحترم فيه الأديان والقوميات وتصان فيه الحرمات، والفكر الإسلامي يؤمن بالحرية للآخرين ويحث على التعاون لخير الإنسان وتحقق سعادته وصيانة حقوقه. بإجماع كامل وشفافية عالية وديمقراطية مطلقة، يصوت تيار الإصلاح على النظام الداخلي والبرنامج السياسي خلال مؤتمر مركزي ليصدر أفكارا ومبادئا ومشاريعا وطنية تسهم في بناء الفرد والمجتمع. تم بعون الله اليوم عقد مؤتمر تأسيسي لتيار الإصلاح الوطني للمصادقة على النظام الداخلي والبرنامج السياسي، وهي فقرة مهمة وأساسية وقانونية بحضور ممثلي ومنظمات والأحزاب السياسية لغرض المصادقة الرسمية والواقعية في الميدان بحضور قيادات تيار الإصلاح الوطني وكادر تيار الإصلاح الوطني وأعضاء المجلس القيادي. هذا دليل على وجود الأكاديمية في العمل الحزبي ووجود التكنوقراط كذلك في العمل الحزبي الذي يسير الحزب حسب منهج مقبول وحسب منهج يعتقد به جميع أعضاء هذا الحزب من باب الديمقراطية الحقيقية. برنامج سياسي إصلاحي تميز بدعمه للمرأة التي أراد لها لا تكون صدى للأصوات الأخرى، بل صوتا وإرادة متميزة وأنموذجا رائعا للمرأة العراقية المجتهدة والمثقفة والفاعلة والمؤثرة في المجتمع في طريق بناء الدولة العراقية. تيار الإصلاح الوطني بصراحة وأقولها عبر قناتكم الموقرة كان دائما للمرأة، وكان يعني دائما يدعم هذه البرامج ودائما يدعم النساء من خلال تحقيق أهدافهم المرجوة. نؤمن أيضا أن مثل هذا التنظيم سيسهم في بناء الفرد العراقي، سيسهم في بناء شخصية سياسية، وبالتالي على الأقل نحقق تلك الهوية التي رفعناها في شعار كبير اسمه الإصلاح. واليوم يشترك تيار الإصلاح بكل قوة من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير الإيجابي ودعم العملية السياسية والإرادة الجماهيرية عبر بوابة الديمقراطية والمصلحة الوطنية العليا لرفعة العراق وأهله وحمايته من آفات الفساد والتخريب والجهل. لبلاد الفضائية، علي رمضان، بغداد. وننتقل بحضراتكم الآن إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات قضية الجاسوس الروسي إلى هناك. والمذاهب بتحقيقات دقيقة
ولا تزال هذه التحقيقات مستمرة، كما أننا طلبنا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتعرف بشكل مستقل على العامل، عامل الأعصاب المستخدم، وأتحنا لروسيا فرصة أن تفسر موقفها لكنها رفضت، وبالتالي فإننا استخلصنا أن الدولة الروسية هي المسؤولة وقد اتخذنا تدابير. وإذ نحن اتخذنا هذه التدابير فإننا توخينا الوضوح الكامل في القول إننا ليس لدينا أي مشكلة مع مواطني الاتحاد الروسي، فنحن لدينا إنجازات مشتركة مع هؤلاء على مر التاريخ. ما يضايقنا ومن نعترض عليه هو التصرفات الطائشة لحكومة هذا البلد. نحن شاكرون للدعم الذي عبرت عنه عدة بلدان عبر العالم، وسنعود إلى هذا المجلس مع المضي قدما بالتحقيقات، وسنواصل إحاطتكم في هذا الشأن. لقد سمعنا عن الهجمات والتهديدات التي قامت بها روسيا في الأيام القليلة الماضية، ونعرف أن هذا سيستمر. هذه هي الطريقة التي عملت بها روسيا في حالات مختلفة حيث كانت تتحايل على القانون الدولي. هناك الإنكار والتمويه والتهديدات، هذا ما تفعله روسيا، ولكن لن نترك مثل هذه التهديدات تردعنا، لن تقل عزيمتنا، بل إننا سنبقى واثقين في ديمقراطيتنا وفي سيادة القانون وفي حرية شعبنا، وسوف نقف لندافع عن القيم التي نتشاطرها مع غالبية الجالسين في هذا المجلس وفي الأمم المتحدة هذه، وسنطلب إليكم اليوم أن تقفوا إلى جانبنا. شكرا سيدي الرئيس. I thank the representative of the United Kingdom. أشكر ممثل المملكة المتحدة على بيانه، وأعطي الكلمة الآن لممثلة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيدي الرئيس، وأشكر الزميل بريطانيا على الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع. لقد اجتمعنا اليوم لمناقشة استخدام سلاح كيميائي من قبل عضو في مجلس الأمن على أراض عضو آخر من مجلس الأمن. دعوني أوضح عنصرا مهما، الولايات المتحدة تتضامن بشكل كامل مع المملكة المتحدة. الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا مسؤولة عن الهجوم على شخصين في المملكة المتحدة باستخدام عامل عصبي، وتعرض الآخرون كذلك إلى هذا العامل العصبي. النقيب نيك بيلي هو أول من وصل إلى مكان الحادث، وهو الآن في حالة حرجة في المستشفى. نعبر عن تضامننا مع الضحايا ونتمنى لهم التعافي. When our friends in Great Britain face a challenge. بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هناك علاقة خاصة، وسنكون دائما إلى جانب المملكة المتحدة في أي ظروف. طبعا هذه الجريمة تستحق اهتمام المجلس، ولكنها ليست حادثة منعزلة، بل هي جزء من زيادة في استخدام العوامل الأعصاب. في العام الماضي تم استخدام عامل VX من قبل كوريا الشمالية لاغتيال عضو في الأسرة الحاكمة في ماليزيا. في سوريا تم استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اعتماد المجلس للقرار 2118، وقد وضع المجلس آلية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية. تم استخدام هذه الآلية عندما بدأت الآلية في تسليط الضوء على استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد شعبه. نشعر بقلق متزايد إزاء هذه الهجمات، ولكن روسيا لا تكترث. تهدف روسيا إلى تجاهل الأسلحة الكيميائية التي تستخدمها روسيا، وتجاهلت الآلية عندما أوضحت أن الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية، واستخدمت حق الفيدو 6 مرات في العام الماضي، وغطت كذلك على سوريا في لاهاي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والروس قد قالوا أننا نواجه لهم النقد بشكل مستمر إذا توقفوا عن استخدام الأسلحة الكيميائية لاغتيال الأعداء، وإذا توقفت روسيا عن مساعدة الدول الحليفة لها، وإذا تعاونت روسيا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال تقديم جميع المعلومات المرتبطة
العمل على الأعصاب. هذا سنتوقف عن توجيه النقد إليهم. نحن لا نسعد بتوجيه النقد بهذه الطريقة بشكل مستمر، ولكن روسيا هي التي تقدم لنا الأسباب التي تبرر مثل هذا الانتقاد. لابد لروسيا أن تتعاون بشكل كامل مع تحقيقات المملكة المتحدة وأن تقدم معلومات حول برنامجها الكيميائي. روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن وهي مكلفة بموجب الميثاق بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولابد أن تخضع أو تتحمل مسؤولية أعمالها. إذا لم تأخذ تدابير ملموسة لمعالجة هذه الحادثة، فسالسبوري لن تكون هي آخر مدينة يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية. يمكن أن تستخدم في نيويورك أو في دول أخرى. هذه لحظة حاسمة. مرارا وتكرارا قالت الدول الأعضاء أنها تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظروف، والآن نرى أن دولة واحدة متهمة باستخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي السيدة لعضو آخر. لا يمكن أن نحافظ على مصداقية المجلس إذا لم نخضع روسيا للمساءلة. شكرا لممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطي الكلمة لممثل فرنسا. سيدي الرئيس، أود أن أشكر المملكة المتحدة على الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع المهم، وأشكرك على المعلومات التي قدمتها بعد عملية محاولة قتل شخصين في سالسبري في الرابع من مارس آذار. بداية، أود أن أعبر عن دعمنا للمملكة المتحدة، وأجدد هذا الدعم بعد ما قلناه بالأمس. نحن لا نقبل هذا الهجوم إطلاقا. لقد ندد الرئيس ماكرون بأشد العبارات هذا الهجوم، وباسم القيم التي نتشاطرها وأولها احترام القانون الدولي واحترام مبادئ السلم والأمن، حيث أن هذا المجلس وصي على صون السلم والأمن الدوليين. أود أن أعبر عن دعمنا الكامل للمملكة المتحدة، ونعبر عن تضامن فرنسا التام للمملكة المتحدة. موقفنا واضح. سيدي الرئيس، محاولة القتل في مكان عام باستخدام عامل للأعصاب من فئة عسكرية كما سمعنا في التقرير، والذي عرض المدنيين كذلك إلى مخاطر غير مقبولة، تحدثت رئيسة الوزراء تريزا ماي أمام مجلس العموم وقالت أن روسيا مسؤولة عن هذا الهجوم. نحن على ثقة تامة في التحقيقات البريطانية لتسلط الضوء على الظروف والحيثيات لاستخدام هذا العامل المؤثر على الأعصاب. لابد أن نحدد مصادر هذا العامل، ولابد أن نرد بالشكل الملائم، ولابد أن نحصل على الإجابات على الأسئلة التي أطرتها المملكة المتحدة في هذه التحقيقات. الوضع خطير، فحظر استخدام العوامل يقع في صلب نظام حظر الأسلحة الكيميائية. إن استخدام هذه الأسلحة بالشكل العشوائي والتي تعد أسلحة فتاكة كما شهدنا في سوريا والشرق الأوسط وكذلك في آسيا وفي أوروبا الآن، هذا هو أمر لا يمكن أن نقبله إطلاقا. فهذا يتنافى تماما مع مبادئ السلم والأمن الدوليين، ويقود هيكل منع الانتشار ونظام منع الانتشار الذي بنيناه عبر العقود الماضية، ويقود كذلك الاستقرار. وقد أشرنا أمام هذا المجلس أن هناك خطر انتشار هذه الأسلحة ووقوعها في أيدي غير أمينة، وسيؤدي ذلك إلى مخاطر لنظام الأمن الجماعي الذي بنيناه معا.
لابد أن ندرك أننا وصلنا إلى مرحلة جديدة، أي تم استخدام عامل لم يتم الإفصاح عنه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستخدام هذا العامل محظور وتم استخدامه في مجال في مكان عام على أرض لدولة أوروبية. سيدي رئيس فرنسا لن تقبل الإفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون مثل هذه العوامل الكيميائية، لذلك نعبر عن دعمنا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ولذلك في يناير الماضي أطلقت فرنسا شراكة دولية تنمي إلى دعم الصكوك القائمة لمنع الإفلات من العقاب عندما تستخدم مثل هذه الأسلحة. سيدي الرئيس، اليوم أكثر من أي وقت مضى لابد أن نبذل الجهود الحثيثة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويجب أن يخضع من يستخدم هذه الأسلحة إلى المساءلة. هذه مسؤولية نضلع بها جميعا، وهي مسؤولية تقع في اختصاص مجلس الأمن. وعلى هذا الأساس لابد أن نضمن المساءلة. فرنسا بتعاون مع حلفائها ملتزمة بذلك في هذا المجلس وفي جميع الظروف التي تستوجب مثل هذا الرد والاستجابة. أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي الكلمة لممثل الكويت. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، يعقد المجلس اليوم جلسة لبحث مسألة ذات علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وبغض النظر عن عنوان البند، سواء الرسالة الموجهة من القائم بالأعمال وفد المملكة المتحدة أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، نعتقد بأن هذه المسألة مقلقة، ومحاولة الاغتيال وهذه الجريمة تمثل خطورة مثل هذه الحوادث وتأثيرها على أمن وسلامة المدنيين وانعكاساتها في بعض الأحيان على استقرار العلاقات بين الدول الأعضاء. موقف الكويت المبدئي والثابت هو إدانة أي استخدام أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو حيازتها وتخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك الموقف يستند على ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي ندعو جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية إلى الالتزام بأحكامها والتخلص من مخزونها من المادة الكيميائية السامة. لقد دعت المملكة المتحدة لعقد هذا الاجتماع لأنها تعتبر ما حدث على أراضيها أمراً عدائياً ويشكل انتهاك للأعراف والاتفاقات الدولية حول الأسلحة الكيميائية. ونؤكد هنا على حق المملكة المتحدة أو غيرها من الدول التي تتعرض لحوادث مماثلة بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير والإجراءات الكفيلة لحماية أمنها الوطني ومتابعة ومعاقبة الضالعين في هذا العمل الإجرامي. ختاماً، ندعو كافة الدول ذات المسؤولية الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكافة الدول التي تعرب باستمرار عن التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بأن تقوم بخطوات واضحة وصادقة تجاه تحقيق الهدف المتمثل بإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مستذكرين القرار 2325 الذي اعتمده مجلس الأمن في العام 2016 والذي أعاد التأكيد على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وكذلك وسائل إيصالها يشكل خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين. وشكراً السيد الرئيس. I thank the representative. أشكر ممثل الكويت على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل غينيا الاستوائية. شكرا سيدي رئيس. Señor presidente, la República de Guinea Ecuatorial ha tenido conocimiento del incidente del ataque utilizando. علمت جمهورية غينيا الاستوائية بحادث استخدام عامل مؤثر على الأعصاب في سالزبري في المملكة المتحدة. ونتمنى أن يتم التحقيق في هذا الحادث وأن يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات،
وأن يخضع المسؤولون للمساءلة. بالنسبة للاتهامات الموجهة للاتحاد الروسي ودلوعه في هذه الأعمال، الاتهام الموجه من المملكة المتحدة، نحن نأمل أن الطرفين المملكة المتحدة والاتحاد الروسي سيتمكنان من حل هذه المسألة بشكل ملائم من خلال التواصل المباشر ومن خلال توضيح الحقائق. ولذلك recomendamos que mientras se lleva a cabo estas investigaciones ambas partes la Federación Rusa y el Reino Unido نوصي بأنه خلال التحقيقات invitamos ambas partes a colaborar estrechamente en las investigaciones على المملكة المتحدة والاتحاد الروسي أن يتعاون مع بعضهم البعض وأن la iniciativa del Reino Unido يسلط الضوء على الحادث. نقدر مبادرة المملكة المتحدة لدعوة خبراء مستقلين للقيام بالتحليلات المطلوبة لأتوصل إلى نتائج يمكن أن تفسر هذا الوضع الصعب. ختاما سيدي الرئيس، أود أن أشدد على أن جمهورية غينيا الاستوائية تندد بتخزين واستخدام وتوزيع أي مواد كيميائية وبيولوجية وبكتيريولوجية أو أي مواد أخرى يمكن أن تستخدم ضد الأشخاص، فهذا يتنافى مع القانون الدولي. وعليه ندين بأشد العبارات استخدام مثل هذه المواد. ونتمنى للسيد سكريبال وابنته ولضحايا الآخرين التعافي والشفاء. أشكر ممثل غينيا الاستوائية على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثلة بولندا. شكرا سيدي الرئيس. أود أن أشكر ممثل المملكة المتحدة على مبادرته. نحن نشعر بالقلق الشديد إزاء استخدام هذه المادة في محاولة لقتل السيد سكريبال وابنته وتعريض حياة المدنيين للخطر. لطالما كانت بولندا تدعم التخلص من الأسلحة الكيميائية، ولذلك نندد بهذا الهجوم غير المسبوق على الأراضي البريطانية. هذه حادثة الأولى من نوعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، هذا الحادث يعد مثالا آخر لانتهاك القانون الدولي وأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتخزينها وإنتاجها. نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب البريطاني والحكومة البريطانية، ونعبر عن استعدادنا لندعم حليفنا وشريكنا الأوروبي في إجراء التحقيقات المطلوبة. وفي الوقت ذاته ندعو روسيا أن تجيب عن الأسئلة التي أثرتها المملكة المتحدة وأن تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد. تعبر بولندا عن قناعتها الراسخة أنه لا يمكن أن نسمح بالإفلات من العقاب. المسؤولون عن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة. وشكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثلة بولندا على بيانها وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل بيرو. سيدي الرئيس، نشكرك على عقد هذا الاجتماع، ونود أن نشكر المملكة المتحدة على المعلومات التي قدمتها. وفقا للفصل السادس من الميثاق، نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نضمن حصول المجلس على معلومات حول حوادث يمكن أن تصير خلافا على المستوى الدولي. إن وجود أسلحة كيميائية يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويعد انتهاكا لنظام منع الانتشار، ويعرض حياة المدنيين للخطر. لذلك نعبر عن قلقنا الشديد إزاء استخدام عامل مؤثر على الأعصاب في مكان عام.
والذي هدد حياة على الأقل 3 أشخاص في المملكة المتحدة. ما حدث أمر مؤسف ونعبر عن تضامننا مع الضحايا. لابد من التحقيق في هذه الحادثة في إطار القانون الدولي والمراعاة الإجراءات الواجبة من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئات المختصة الأخرى. الأطراف المعنية يجب أن تتعاون لإجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية لتحديد المسؤولين ولتحديد الجزاءات التي ينبغي أن تطبق في هذه الحالة وفقا للقانون الدولي الساري. وأخيرا ندعم إبقاء قنوات التواصل مفتوحة لمواصلة المناقشة في مناقشة هذا الموضوع. أشكر ممثل بيرو على بيانه وأعطي الكلمة لممثل السويد. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، وأشكر وفد المملكة المتحدة على تقديم آخر المستجدات للمجلس حول استخدام عمل مؤثر الأعصاب في سالزبري في 4 مارس آذار. السويد تدين بأشد العبارات محاولة القتل باستخدام هذه المادة الكيميائية. نحن نشدد على خطورة هذه الحادثة التي لا مثيل لها في أوروبا. لابد من محاسبة المسؤولين على هذه الأعمال البغيضة. هذه المادة المؤثرة على الأعصاب تم تطويرها كسلاح كيميائي واستخدمت لمحاولة القتل، ويمكن أن تكون متصلة بفاعلين على مستوى الدولة. لذلك ندعم قرار المملكة المتحدة لإحالة هذه المسألة لمجلس الأمن ولمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. نحن نعبر عن تضامننا مع المملكة المتحدة وندعم جهودها لمعالجة هذه الحادثة الخطيرة. سيدي الرئيس، نشير إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا في رسالتها للأمين العام أشارت إلى أن هذه المادة الكيميائية قد طورت في الاتحاد الأوروبي وورثها الاتحاد الروسي، وعلى هذا الأساس ومع الأخذ بعين الاعتبار خلفية الضحية ندعم طلب المملكة المتحدة لروسيا، وأن روسيا ينبغي أن تشرح كيف وصل هذه المادة لسالزبوري. أود أن أشير إلى الأهمية التي نعلقها على استخدام الأسلحة الكيميائية. هي أسلحة غير شرعية تستخدم بشكل عشوائي ولا مكان لها في عالمنا. لابد أن نبذل الجهود لضمان الامتثال التام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أشكر ممثل السويد على بيانه وأعطي الكلمة لممثل كوت ديفوار. شكرا سيدي الرئيس. كوت ديفوار علمت كوت ديفوار باستخدام المادة الكيميائية المؤثرة على الأعصاب على أراضي بريطانية في 4 مارس آذار 2018 في سالزبري. نعبر عن تضامننا التام مع السلطات البريطانية نتمنى للضحايا الشفاء العاجل. لطالما نددنا باستخدام الأسلحة الكيميائية بجميع أشكالها، لابد من تسليط الضوء على حادثة سالزبري. أشكر ممثل كوت ديفوار على كلمته، والكلمة الآن لممثل كازاخستان. Mr. President, Kazakhstan is known for its clear. سيدي الرئيس، موقف كازاخستان معروف وواضح، فنحن نعارض بشدة كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ونحن ندين أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بوصفها غير إنسانية وتتعارض مع مبدأ الإنسانية. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الحادث المأساوية بشبهة استخدام أسلحة كيميائية من نوعية الغازات أو العوامل المؤثرة على الأعصاب في المملكة المتحدة.
ونحن نعارض استخدام أي تعاون مؤثر على الأعصاب ضد أي شخص في أي مكان وفي الوقت ذاته بما أن المسألة حساسة سياسيا ينبغي أن نتوخى الحذر البالغ في التوصل لاستنتاجات عاجلة دون وجود حقائق ووقائع ملموسة وأدلة دامغة. الحادثة لابد أن يتم التحقيق فيها بالكامل وأي استنتاجات لابد أن تكون مشفوعة بهذه الأدلة. نحن نؤمن أن أي استجابة عالمية ودولية لهذه الحادثة لابد أن ينظر فيها فقط بعد إجراء تحقيق محايد وشامل وشافي اتفاقا مع أحكام القانون الدولية وكذا أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ونحن نؤمن أن هناك جهازين بإمكانهما تسوية خفة المنازعات بينهما بالسبل الدبلوماسية وتطبيع العلاقات بينهما من أجل الاستقرار والأمن في البلدين. أشكر ممثل كازاخستان على كلمته والكلمة الآن لممثل بوليفيا. شكرا سيدي الرئيس. أحيطنا علما بالمعلومات الواردة اليوم بخصوص الأحداث التي وقعت يوم الرابع من مارس، ونحن نعرب مرة أخرى عن إداناتنا القاطعة وصارمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، فهذا أمر لا مبرر له وهو عمل إجرامي أيا ما كان من ارتكبها وفي أي مكان كان، فهذه تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ونأمل أن يجرى تحقيق بشكل منهجي وشامل ومحايد من قبل الأجهزة المختصة. شكرا جزيلا. إذن سادتي الأكارم، كان هذا جانب من اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات قضية الجاسوس الروسي وملفات أخرى. نكمل قراءة هذه النشرة إذ هنأ مسؤولون في تيار الإصلاح الوطني بمناسبة المصادقة على النظام الداخلي والبرنامج السياسي، وأكدوا في تصريحات لبلادي أن فقرات البرنامج ستكون داعما قويا لبناء مؤسسات الدولة على أساس الإصلاح والمواطنة. مبارك الشعب العراقي عموما وكوادر أعضاء تيار الإصلاح الوطني خصوصا المؤتمر التأسيسي التنسيقي للمصادقة على النظام الداخلي والنظام السياسي لتيار الإصلاح الوطني، حيث يكون جميع ما وردت من فقرات في النظام الداخلي للبرنامج السياسي والنظام الداخلي ستكون داعم قوي لمطالب الجماهير ومطالب الشعب العراقي بخصوص الإصلاحات. جزء مهم من الفقرات هي إصلاحات شاملة وبناء مؤسسات صحيحة قائمة على المواطنة وحقوق المواطن وبناء المؤسسات الدولة الصحيحة. نبارك إلى جماهير تيار الإصلاح الوطني بمناسبة إقرار نظامه الداخلي التي كانت كثير من الفقرات هي تخدم الشعب العراقي وتخدم المرأة بصورة خاصة وتخدم جميع شرائح الشعب العراقي، فألف مبروك إقرار القانون. نبارك رئيس وأعضاء تيار الإصلاح الوطني بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي لتيار الإصلاح الوطني وإقرار النظام الداخلي والبرنامج السياسي لتيار الإصلاح الوطني، وبهذه المناسبة نقدم كل التهاني إلى أعضاء تيار الإصلاح الوطني. تهنئة خاصة إلى المكتب تيار الإصلاح الوطني لانعقاد المؤتمر التأسيسي للمصادقة على النظام الداخلي للتيار، وتهنئة للشعب العراقي بهذا الإنجاز الكبير. نتقدم بالتهنئة والتبريكات للدكتور السيد الجعفري على إقرار النظام الداخلي والبرنامج السياسي هذا اليوم لتيار الإصلاح الوطني، فهنيئا لهم تيارهم وهنيئا لهم هذا اليوم المبارك الذي تم من خلاله التصويت على النظام الداخلي والبرنامج السياسي. نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم بالمشروع إن شاء الله وخدمة العراق والشعب العراقي المظلوم. في خطوة لحث الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات، عقد تيار الإصلاح الوطني في محافظة واسط اجتماعا موسعا بكافة أعضائه ولجانه. المشاركون شددوا على ضرورة إجراء التغيير واختيار الشخصيات الكفؤة للمرحلة المقبلة. بهاء زهير.
لحث الناخب على المشاركة الفاعلة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، عقد تيار الإصلاح الوطني في وسط لقاء موسعا بكافة أعضائه ولجانه لمساهمة المواطن الفعلية فيها من أجل التغيير واختيار الشخصيات التي تخدم البلاد. لقاءنا هذا اليوم مع كوادر مكتب تيار الإصلاح الوطني في واسط لحث الشارع الواسطي، حث الناخبين، حث أبناء الشعب، أبناء المحافظة على الاختيار الأصلح، اختيار الأنسب لمثل المحافظة في مجلس النواب العراقي القادم، ومثل ما أكدت المرجعية باختيار الإنسان النزيه، الإنسان الشجاع، الإنسان الكفو اللي يحاول أنه ينقل واقع المواطن الواسطي بصورة خاصة والمواطن العراقي بصورة عامة، وتشريع القوانين اللي تخدم العملية السياسية والمجتمع العراقي بصورة عامة. كما وبحث اللقاء جملة من القضايا التي تخدم المحافظة وأبرزها الخدمات التي باتت تؤرق المواطن لسوء اختيار الشركات وعدم وجود المتابعة الحقيقية لتلك المشاريع التي صرفت عليها المليارات. حث الناخب على الخروج للانتخابات لغرض تغيير الوجوه القديمة واستبدالها بوجوه جديدة تخدم البلد وتخدم المصلحة العامة. أيضا تم تناول موضوع الخدمات في المحافظة وقلتها، والأمل أن تكون هناك في المستقبل حساب لهذه القضية لما يعانيه المواطن من نقص في الخدمات بصورة عامة. أيضا تم مناقشة موضوع حث الجمهور على الخروج إلى الانتخابات، لأن هناك جهات كثيرة تحث على عدم الخروج للانتخابات لأغراض خاصة تخصها حزبيا أو يعني لأغراض أخرى، وحثيناهم والحمد لله تم التفاهم على هذا الموضوع. احنا شفنا يعني المرشحين القدامى ما التزموا بالبرنامج عندنا، واحنا بالنسبة لنا عشائر العراق نريد خدمة للعراق، والله ما رايدين فرد شيء من عندهم، احنا نريد خدمة الى بلدنا او بلدهم يعني هو هذا، وان شاء الله نريدهم يخدمونا المرشحين الجدد، وان شاء الله احنا ندعمهم. اجتماعات دورية يعقدها مكتب تيار الإصلاح الوطني لمناقشة مجمل القضايا التي تهم المواطن الواسطي للخروج بحلول يمكن أن تنهض بواقع المحافظة. لقاء موسع تناول العديد من القضايا التي تهم المواطن الواسطي، أبرزها حث الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية من أجل زج دماء جديدة للعملية السياسية، فضلا عن مناقشة الواقع الخدمي المتردي للمحافظة. بهاء زهير، قناة بلادي، محافظة وسط. تأكيدا على أهمية الرأي العام في عملية الإصلاح، نظم مركز وطن للاستطلاع بالتعاون مع تيار الإصلاح الوطني حفل توقيع كتاب يتضمن قاعدة بيانات عن المحافظة بهدف دعم صانع القرار السياسي بالمعلومات الواقعية والحقيقية. محمود التميمي. بالتعاون مع مكتب تيار الإصلاح الوطني في ديالى، مركز الوطن لاستطلاع الرأي العام يوقع على كتاب العراق في الرأي العام بحضور شخصيات سياسية وثقافية، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني ونخب تربوية. أقام مركز الوطن لاستطلاع الرأي العام حفل توقيع كتاب، وبالتعاون مع مكتب تيار الإصلاح الوطني في ديالى، حفل توقيع كتاب العراق في الرأي عن محافظة ديالى. يحوي هذا الكتاب في طياته الكثير من الاستبيانات الدقيقة، حيث حول اللغة الاقتصادية والسياسية إلى لغة أرقام. هذا الكتاب يتضمن استطلاعات ميدانية واستطلاعات إلكترونية، حاولنا في هذا الكتاب رفد مؤسسات الدولة على المستوى التنفيذي والتشريعي بالمعلومات الحقيقية، لكي نستطيع أن ننتقل إلى واقع صحيح وننتقل إلى نقاط حقيقية ونبتعد عن الردم العشوائية. من حيث المصداقية اعتمدنا على أبرز الأنظمة كنظام الـ SPSS ونظام الـ SPSS Compiler الذي يعتمد من الأنظمة الحديثة القوية النظام إحصائي دقيق يرفد المركز بالمعلومات الحقيقية. أكاديميون ومختصون في استطلاع الرأي العام شددوا على ضرورة الاطلاع على هذا الكتاب الذي بني على أساسات علمية، كما أكدوا أن الرأي العام هو ركيزة الأساسية في عملية الإصلاح ودعم صانع القرار. حقيقة كتاب حيوي، كتاب مهم، إذا أراد الباحث أو القارئ أو السياسي أو المتمعن أو المختص بديالة أنه راح يلاحظ يشوف
فد معلومات كلش كبيره، معلومات كلش قيمه بهذا الكتاب، يعني نستفاد معتها في الموقع الجغرافي، في الثروات الموجوده، في العمل السياسي سواء كان في المجلس المحافظة او في المحافظ او الاداء الحكومي، درجه النشاط او درجه العمل او درجه الامتيازات اللي موجوده. فلذلك لاحظ على الباحث ان يهتم بهذا الكتاب لانه حقيقه كتاب قيم. الطبيب الجيد يرسل المريض الى السونار لكشف هذه الامور، كذلك استطلاعات الرأي تعطي أرقام حقيقية لصاحب القرار لكي يتخذ عليه القرار. خطوة فعالة اليوم من مركز وطن في محافظة ديالى، دراسة متكاملة تحمل لها عدد جوانب بنيت على أساس علمي ونخبوي، كذلك لم تغفل دور المواطن، تمثل قاعة بيانات رائعة جدا مفروض الحكومة المحلية في ديالى وممثلي ديالى في الحكومة الاتحادية الاستفادة من هذه المعلومات لغرض وضع رؤية جديدة لمحافظة ديالى. خطوة مهمة في دعم صناع القرار لإصلاح ومعالجة الخطوات الخاطئة من خلال استطلاعات علمية وميدانية وجدت في هذا الكتاب. من محافظة ديالى محمود التميمي، قناة بلادي. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن مشروع الموازنة أصبح قانونا ملزما بعد التصويت عليه من قبل البرلمان. الجبوري وفي تصريح صحفي بين أن صيغة رفض الموازنة غير موجودة في الدستور العراقي وأن بالإمكان تثبيت أي ملاحظات على أصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية، مشددا على أن الموازنة ماضية بطرقها وستأخذ سياقتها الطبيعية بالنشر والمدد الزمنية التي وضعها الدستور. أعلن وزير الداخلية قاسم العرجي إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية. العرجي خلال مؤتمر صحفي من كردستان أكد أن فتح المطارات خطوة جيدة باتجاه حل المشاكل بين بغداد وأربيل وفق الدستور. بفتح المطارات مطار السليمانية ومطار أربيل أمام الرحلات الدولية وفقا للدستور العراقي والقوانين النافذة وسلطة الطيران العراقية، وبالتأكيد وفق الدستور المنافذ الحدودية والمطارات هي من السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، وهنالك تعاون كبير ما بين حكومة الإقليم وإدارة المطارين مع بغداد، وهذا يدعونا إلى مزيد من التفاؤل لأننا نحمل الإرادة الصادقة لحل كل المشاكل وفق الحوار واستنادا للدستور. كشفت اللجنة المالية في برلمان كردستان أن حكومة الإقليم تعتزم تسليم ملف النفط والثروات الطبيعية إلى الحكومة المركزية قريبا. نائب رئيس اللجنة علي حمى صالح أوضح أنه بعد فرض السلطة الاتحادية على المطارات والمنافذ الحدودية فإن ملف النفط وباقي الملفات الأخرى في طريقه إلى الحل، مبينا أن الإقليم كردستان سيشهد إنعاشا اقتصاديا خلال الفترة المقبلة على وقع تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل. أعلنت شرطة أربيل صدور أمر قضائي بالقبض على النائبة سروة عبد الواحد بتهمة تحقير دور البيشمركة وعوائل الشهداء. مدير الشرطة لواء عبد الخالق ادعى قيام عبد الواحد بالإساءة إلى إقليم كردستان بدعم من بعض المسؤولين العرب. إلى ذلك ردت النائبة سروة عبد الواحد على قرار القبض عليها مبينة أن تصريحاتها جاءت للدفاع عن مقاتلي البيشمركة والأهالي. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الطائفية والإرهاب خطر على العراق. العبادي خلال كلمته افتتاح مؤتمر التعايش السلمي في محافظة نينوى قال إن القوات العراقية تمكنت من القضاء على الجماعات الإرهابية بفترة قياسية، مبينا أن الحكومة تعمل على ضرب الفساد في العمق بخطوات مدروسة، وأشار إلى أن الفساد أصبح أخطر من الإرهاب كونه ليس عدوا ظاهرا. اعتقلت وزارة الداخلية عددا من المتهمين على خلفية استشهاد أمر اللواء 57 العميد الشريف المرشدي أثناء تهديته الواجب من قبل عناصر غير منضبطة عند مدخل مدينة سامراء. مركز الإعلام الأمني قال في بيان أنه تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للتحقيق بحادثة استشهاد المرشدي في سامراء
اعتقلت القوات الأمنية 6 متهمين، وأضاف المركز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإعلان نتائج التحقيق في الحادث لاحقا. يستمر الحشد الشعبي بتأمين الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى وتحديدا في منطقة زمار الواقعة على مقربة من الشريط الحدودي مع سوريا لمنع تسلل داعش والمهربين والخارجين عن القانون من التحرك بتلك المناطق. المقاتلون أكدوا توفير الحماية لأهالي تلك المناطق في إطار الخطط التي وضعتها القيادات الأمنية لفرض الاستقرار والأمن بعد إرهابي داعش الإرهابي. المكانات اللي أو النقاط الموجودة عندنا بين الحدود العراقية والسورية، فواجبنا هو أنه توفير الحماية وعدم التسلل من الخارجين على القانون ومن المهربين. والله واجبنا هذا من المرجعية، واجبنا ماكو حر وبرد، هاي واجبها لازم نقوم به. زين هذا الحر ما يخليك تتعب؟ ما يخليك؟ لا ما عندنا تعب، لان هذا بلدنا، مو يعني من غير دولة جايين، لازم نحمي البلد. الان ما احمي وغيري ما يحمي من يحمي. نفتح الملفات العربية والدولية. أكدت الخارجية الروسية أن لندن اختارت المواجهة مع موسكو على خلفية اتهام الأخيرة بالضلوع في تسمم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال. الخارجية وفي بيان لها أوضحت أن بريطانيا اختارت اللجوء إلى التصعيد بطرد الدبلوماسيين الروس 23، وتوعدت بالرد قريبا على الاستفزاز غير المسبوق والذي يقوض أسس العلاقات بين البلدين. هذا ونفى الكرملين أي علاقة لموسكو بحادث تسمم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا، مؤكدا أن روسيا لا تقبل إنذارات لندن بهذا الشأن. من جهتها عدت السفارة الروسية في لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا عملا عدوانيا غير مقبول وقصير النظر، وحملت القيادة البريطانية كامل المسؤولية عن تدهور العلاقات بين البلدين. هذا ويعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لبحث التوتر البريطاني الروسي. القرارات التي اتخذتها بريطانيا اليوم بكل تأكيد غير مقبولة وعدوانية. نحن نعتقد أن الحكومة البريطانية يتعين عليها اتباع القانون الدولي الذي ينص على أنه في مثل هذه الحالات يجب التقدم بطلب إلى منظمة منع انتشار الأسلحة الكيماوية للتعامل مع الموضوع، ونحن نرد على هذا الطلب خلال 10 أيام. في غضون ذلك أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن بلادها قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا، كما أكدت في كلمتها أمام البرلمان البريطاني تجميد جميع الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى مع روسيا وعدم حضورها كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وذلك في معرض ردها على مزاعم ضلوع موسكو بتسمم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال. هذا الحادث يمثل اعتداء على مواطنينا وعلى أرضنا، ولضمان أمن المملكة المتحدة اتخذنا إجراءات عدة، منها طرد دبلوماسيين روس يشكلون خطرا على حياة مواطنينا، إضافة إلى تعليق صلاتنا رفيعة المستوى، ونعمل الآن على الدفع من أجل رد دولي قوي في مجلس الأمن. إلى سوريا وتحديدا في الغوطة الشرقية، حيث أعلن الإعلان الحربي مقتل عدد من مسؤولي إرهابي فيلق الرحمن جراء استهداف الطائرات السورية غرفة أركان الإرهابيين في بلدة عين ترمة. الغارات أدت إلى تدمير ومقتل جميع من كان في داخل المقر. إلى ذلك خرج أكثر من 300 مدني من مناطق سيطرة إرهابي جيش الإسلام في الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين، حيث جرت عملية الإجلاء برعاية مركز المصالحة الروسي والأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري. في الأثناء استهدفت القوات الشعبية السورية مواقع للجيش التركي في مرع بريف حلب الشمالي. يأتي ذلك بعد ساعة على مقتل 8 من أفراد القوات الشعبية السورية
أثر قصف تركي بقذائف مدفعية عديدة في محيط عفرين. القصف التركي جاء فيما فرت عشرات العوائل من منازلها نازحة من عفرين إلى مناطق آمنة. إلى ذلك عززت الوحدات الكردية قوتها على جبهات المواجهة ضد الجيش التركي في محاور جنديرس وبلبل والشيخ حديد. لم يتبقى إلا أن نذكر بعناوين هذه النشرة. بشفافية عالية، تيار الإصلاح الوطني يصوت بالإجماع على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي ويدعو إلى مشاركة واسعة في الانتخابات. بين الدوافع السياسية ومخالفة القانون، الموازنة بلا مصادقة معصوم، والبرلمان يؤكد مضيها ضمن السياقات الدستورية. بأمر اتحادي، مطارات كردستان تطلق أجنحتها في السماء الدولية، ونفط الإقليم في طريقه إلى الحكومة الاتحادية. وتابعتم دوليا، مواجهة دبلوماسية بين لندن وموسكو، الأولى تصعد وتطرد 23 دبلوماسيا روسيا والأخيرة تتوعد بالقتل.